السلام عليكم. معكم حلقة جديدة من برنامج كيندير. هذه الحلقة هذه إن شاء الله غادي نوريوكم كي ديروا تغسلوا الغسالة، كي ديروا المطفاة بطريقة صحيحة. غادي نحتاجو واحد القابصة ديال الخل كبيرة، وغادي نحتاجو بيكربونات صوديوم موجودين كاع في فارماسي الخاص يديروا 7 دراهم، وقابصة خل كبيرة اللي يقدر أي واحد يحصل عليها. الآن غادي نوريكم الطريقة كيفاش ديروا باش تغسلوا المطفاة. بالنسبة للتنظيف الخارجي غادي نحتاجو تاع الخل إلا بغيتو ديرو الخل ولا الجافير، كنديروه في شي كتانة ولا شي لعيبة صافي. كنحاولو نفوتو كاع الجوايع اللي فيهم سخين، ومن الأفضل حنا دايرين هاد البوشيط هادي، مكنحتاجوش نقيوها بزاف حيت دايرينها هادي كتحافظ عليها بزاف، يعني مكتوسخش. مين كان غادي نطفوها من برا كتقل من كنطفوها هاد العجلة هادي اللي كتكون فيها نسخ هنا من الدورة. الحاجة اللي مهمة قبل ما نبداو بالغسيل الداخل، التنظيف الداخلي ديالها، غادي نحيدو هادي اللي كتجي فيها البلاصة ديال الحوايج ديال التنظيف، وغادي نحاولو نجيبو شي شيتا ونديرو لها الماء ونطفوها حتى هي نغسلوها ونمسحو هاد الجوانب هادي. الان باش نوضحكم واحد الحاجه، كل اله غسيل عندها بروغرام ديالها، كاين اللي الكتروني كاين اللي مو مهمش، يعني الغسيل كيكون واحد نفس الطريقه. الحديد عندنا حنايا فيها واحد لوبسيون ديال غسيل تلقائي، يعني ملي غادي نديروا داك الكربونات الصوديوم والخل غادي دير واحد الغسيل اوتوماتيكي ديالها. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد الاختيار هنايا في لوبسيون ديال اله الغسيل، غادي بروغراميوها على اطول مده نتاع الغسيل. نديرو داكشي اللي غادي نوريكم الان غادي نفتحو ديك الخل اللي نوجدو بيكربونات الصوديوم. وكنصيحه، هادو بزاف ديال الناس كيبغيو يخدموهم للسنان باش يغسلو بهم السنان، هما كيعطيو نتيجه فعاله في البلاص، ولكن ما ننصحكمش حيت هادو هما العديم ديال السنان كيخرجوا على السنان. الناس اللي جربوهم من قبل راهم يكونوا عارفين. كما قلنا الان الخل غادي نخويوه في البلاصه اللي كنخويو فيها جافيل في الان. الان كما لاحظتم بعد ما خوينا بيكربونات الصوديوم وفرغنا القرعه ديال الخل كامله، غادي نبداو العمليه ديال التنظيف. اول حاجه غادي نشعلو الماشينه. كما شفتو هذا هو الخيار ديالنا حنايا. عطاتنا كما لاحظتو كما قلنا الناس اللي ما عندهمش داكشي اوتوماتيك كيختاروا اطول مده وكيكثروا في الحراره. انا اوتوماتيك ما عطاتني جوج سوايع ونص و70 درجة ديال الحرارة. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش آلة غسيل اوتوماتيك غادي يختاروا جوج سوايع ولا جوج سوايع ونص ويديروا 60 درجة. انا عطاتني هنا 70 درجة وجوج سوايع ونص صافي. من بعد ما درنا هادشي كامل صافي، الان غادي نبداو العملية ديالنا باش تبدا تنظيف. نطفو آلة النظافة. بسم الله. الى لاحظتوا الان داك الخل كيتفاعل مع داك بيكربونات الصوديوم، يلا كيتجبدوا مع الماء وراها فارغه الان، ما كنديروا فيها حتى حاجه، كنخليوها خاويه. هادو هما الاختيارات اللي ديروا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش اله الغسيل اوتوماتيك. بالنسبه اللي عندهم اوتوماتيك غادي يلقاو هاد العلامه هادي، هاد العلامه هادي نتاع غسيل تلقائي، يختاروا هاد العلامة هادي بها باش يديروها هادي تغسل لهم داكشي اوتوماتيك. كيما شفتوا هادي هي الطريقة، واللي نسيت ما قلتولكمش هو انه هاد الطريقة هادي كتندار تقريبا كل 6 شهور، جوج مرات في العام اللي نقدروا نديروها باش نحافظوا على آلة الغسيل ديالنا وتكون دايما نقية. وبالنسبة للتنظيف الخارجي راه طبعا كل اسبوع ولا جوج مرات في الاسبوع تقدروا تنقيوها. وبزاف ديال الناس ملي كيشريو آلة الغسيل كيتسائلوا كيديروا يخدموها وشحال من واحد كيوقع تالف.
حتى حنا كنا تعرفين في الاول راه دائما كيكون معاها واحد الدليل مستخدم ديال الاله الفرنسيه فيه كاع داكشي اللي غادي تحتاجو تقريبا هما عندهم نفس الخدمه غير كيختلفوا في شي لعبات خفاف وصافي. وبالنسبه للناس اللي كيتسالوا اين نوع ديال الصابون اللي يستعملوا انا كنصحكم باريال دائما كنخدموا حنايا اريال ما كندير لهمش الاشهار ولا اريال يكون ديال المغرب يعني ملي شرينا هذا الخوازون لا وحنا خدامين باريال النظافه ديالو الكسوه وكيحافظ على الماشينه يعني الا مشيتو درتو شي منتوج اخر ديال التصبين ولا يكون شي حاجه عيانه غادي يفرع لكم حتى الماشينه من الاحسن ديروا شي حاجه اللي مزيانه. والنصيحه الاخرى اللي نقدر نعطيكم هي ما تغسلوش بزاف ديال المرات في النهار حاولوا بس تحاولوا عليها حيت راكم عارفوا الموتور ديالها خصو يرتاح شويه يعني الواحد الا اضطريت كاع تغسل جوج مرات في النهار. والحاجه اللي مهمه من تبغي تمشي تشري اله الغسيل غادي تختاروا مثلا شحال ما كانت هاد الزائد ولا كانت بي بلس ولا سي الفوق كتكون اكثر اقتصادا في الكهرباء بحال حنايا ديناها ا بلس بلس شويه حتى هي ايكونومي مزيانه ا دو بلس الفوق مزيانه وشحال ما طلعت ديك البلس شحال ما كانت اكثر تكلفه ديال الثمن ديالها. المشكل تخليوه دائما محلول هذا ماشي ضروري تبلعه كاين اللي كيضيع هاد الماء هذا كيضيعو كيفوتو ديريكت للسيفون ولكن من الاحسن تبقاو ديروا شي فيديو هنايا باش تستافدوا حتى من داك الماء اللي كيخرج. طبعا الماء الاول اللي كيخرج من ملي كنديروا الكسوه كيكون موسخ بزاف هذاك ما صالحش ولكن في المره الثانيه كيكون نقي كيكون فيه الصابون تقدروا تسيقوا به تقدروا تعاودوا به الصبان ديال شي حاجه اخرى اللي خفيفه تقدروا تستعملوه في شي حاجه اخرى ما نضيعوهاش. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا وطبعا انا كنت جاي نغسلها قلت علاش بعدا ما نديرش فيديو الناس كاملين يستافدوا يعرفوا كيفاش يدير حتى انا تعلمت وسولت من ناس اخرين عاد باش جيت ننظف اله النظافه ديالنا. نتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم تتلاقاو في فيديو جديد.